السلام عليكم يا دكاترة. النهاردة هنتكلم في رابع فيديو عن اليورينري سيستم. هنتكلم عن الحصوة اللي اسمها اليوريك أسيد ستون. احنا كده اتكلمنا على 3 فاتو: الكالسيوم أوكزاليت والكالسيوم فوسفيت والاستروفيت، والنهاردة الرابعة اللي هي يوريك أسيد، وفضل لنا واحدة اللي هي اسمها سيستين، والخمسة بتاعت المرة الجاية دي هتكون آخر واحدة في الستونز اللي هنتكلم فيهم النهاردة. مع شرح اليوريك أسيد ستون هنتكلم عن مشكلة بتتكون نتيجة الستون دي، حاجة اسمها الكبر كولورد ايريز، يعني تخلي لون عين القط او عين الكلب شبه النحاس. دي حاجة ممكن تيجي، هنعرف ايه اللي بيخليها تحصل وازاي بتيجي، وايه علاقة الكبد او الليفر باليوريك اسيد ستون دي، وهنتكلم في حالة جت لنا العيادة اليومين اللي فاتوا ندردش فيها مع بعض. بس من الحصوات اللي فاتوا احنا جالنا العيادة قط عنده احتباس بول، عملنا له سونار زي ما انتم شايفين اهو، وشوفنا الدايرة دي وعرفنا منين ان هي حصوة عشان فيها وتحتيها شادو. لو كان تيومر ما كانش ظهر اي شادو وراها. فكده احنا عندنا ستون في البلادر وسيستايتس. طيب القط ده كان لازم نعمل له قسطرة، بس واجهتنا مشكلة ان كان في ستون صغيرة خالص واقفة في مجرى البول، وخرجناها بصعوبة جدا اللي هي على الشمال دي، وركبنا له القسطرة الحمد لله، وانا اللي واقف ورا ده. طيب بس عشان نعرف بقى انواع الحصوة عملنا ايه، جمعنا من البول ده شوية حطيناهم في التيوب، هتيجي قدام اهي، حطيناهم في التيوب دي وسبناهم تقريبا يوم عشان تترص بالاملاح دي ونفحصها تحت الميكروسكوب. وخدنا برضو من اليورين ده عينة وعملناه باليورين ستريب اللي احنا بنقول عليه كل مرة عشان نشوف بس البي اتش. بالنسبة لي دي اهم حاجة عشان اعرف الحصوة دي في الالكالاين يورين، سواء لو الكالاين هتبقى الكالسيوم فوسفيت او الاستروفيت، او في الاسيديك يورين زي الكالسيوم اوكزاليت والسيستاين واليوريك اسيد بتاعت النهاردة. فالحصوة دي لما بصيت على البي اتش بتاعها طلع تقريبا 8، فدي كده في الكالاين بي اتش، كده ممكن تطلع استروفيت ممكن تطلع كالسيوم فوسفيت. لما عملنا تاني يوم العينة دي تحت الميكروسكوب عشان نشوف هتطلع ايه، دكتورة أميرة اللي عاملاها، طلع ان الحصوة دي شبه الكوفن ليد كفر اللي هي طلعت ايه اللي احنا كنا واخدينها الاستروفيت. ودي كام واحدة كده متجمعين على بعض. طيب العلاج بتاعها الأساسي ايه؟ بالنسبة لي ان انا اديها اسيدفاير ايجنت زي الاسكوربيك اسيد او فيتامين سي، ده بالنسبة لي ده اهم حاجة، ونديها انتيبيوتيك عشان الحصوة دي بتتكون نتيجة بكتيريال انفكشن زي ما احنا قلنا في الفيديوهات اللي فاتوا. طيب نرجع بقى النهاردة للقصة بتاعتنا، هنحكي برضو نفس القصص اللي كنا بنحكيها بس هنجريها شوية في الاناتومي. احنا عارفينه لو هعمل الترا ساوند فابدا بالكليه الشمال اسهل لي من الكليه اليمين، وقلنا ليه. لو هعمل الترا ساوند في القطط الصغيره او القطط الكبيره او الكلاب الصغيره بستخدم 7.5 ميجا هرتز، لو في كلب كبير 5 او اقل. الطول الكلى الطبيعيه في القطط من 3 ل 4.5، لو اكبر من كده ممكن يكون اكيوت كيدني انجري، لو اصغر من كده ممكن يكون كرونيك كيدني انجري. وعرفت ازاي؟ بالاكس راي وبالسونار حدد طول الكلى في الكلاب، يعني في الصورة دي قلناها برضو في الفيديو اللي فات ازاي اعرف طول الكلى عن طريق السونار وقارنه بالأورطة، وبالإكس راي ازاي اقارنه بين اللمبر رقم 5 و6 واللمبر رقم 2. طيب نخش بقى في القصة بتاعتنا النهاردة، اليوريك أسيد ستون. هنعرف برضو فيها نفس اللي كنا بنعرفه في كل حصوة من حصوات اللي فاتوا، هنعرف الديفينيشن، الباثوفيسيولوجي، الكلينيكال ساينس اللي احنا تقريبا عارفينها كلهم نفس الكلينيكال ساينس، الدياجنوزس والتريتمنت. طيب الديفينيشن بتاعها هو عبارة عن ستون بتتكون نتيجة اليوريك اسيد او الاملاح بتاعتها زي الامونيوم يوريات. دي شكلها تحت الميكروسكوب شبه الدبابيس كده، هو بيقولوا عليها نيدل شيب لايك. اكتر كلاب بتيجي فيها هو البولدوج والدالميشن واليوركشاير، بتيجي في الكلاب اكتر من قطط. الصورة دي مهمة وهتخدمنا قدام كتير. المفروض ان جسمنا فيه بيورين، وفي احنا بناكل حاجات فيها بيورين من بره، هنقول ايه الحاجات دي. البيورين ده بيتحول لحاجة اسمها هايبوزانسين، وبعد كده بيجي انزيم اسمه زانسين اوكسيديز.
بيحول هايبوزانسين لزانسين، وبعد كده بيروح محوله تاني ليوريك اسيد. اليوريك اسيد ده مش كويس، فيروح الجسم مخلي انزيم اليوريكيز يحول اليوريك اسيد ده لحاجه اسمها الالانتوين. الالانتوين ده بيستخدموه في مستحضرات التجميل عشان الجلد وكده. كل ده جميل، ده المفروض ده اللي يحصل. طيب ايه بقى اللي بيحصل المشكله؟ عشان الحصوه دي تتكون احنا عرفنا ان لازم يحصل 3 حاجات. اول حاجه منهم ان الميه تقل، يعني يحصل فيه دي هايدريشن. فلما يحصل دي هايدريشن الحصوه تترسب اسرع وتعمل كريستال او ستون كبيره. تاني حاجه عندنا الستون انهبيتور، هنتكلم المره دي على البي اتش وعن السيلانتين اوكسيديز اللي احنا لسه اتكلمنا عليه. الحصوه دي بتتكون في اسيدك بي اتش، يعني تحت الـ7. طيب ليه الاسيدك بي اتش ده؟ عشان كذا حاجه. اول حاجه منهم اللي هو تايب 2 ار تي اي، واللي اتكلمنا عليه قبل كده في فيديو بتاع الكالسيوم اوكساليت، ان البروكسيمال كونفوليوتد تيبيولز دي بتطلع بروتونز بتخلي البي اتش بتاع اليورين قليل فبيبقى اسيدك، وبالتالي الحصوه دي ممكن تتكون. طيب تاني حاجه ممكن نتيجه الدايريه الشديده، لما بيبقى في دايريه شديده الجسم بيبدا يخرج البايكربونات. طيب عشان الجسم يلحق بقى ينقذ الموقف ده بيخلي الكيدني تبدا تخرج بروتونز، فاليورين هيبقى فيه بروتونز كتير فالبي اتش بتاعتها هتقل فيبقى اسيدك بي اتش برضه. تالت حاجه ان الزنسين اوكسيديز يشتغل اكتر من الطبيعي فيحول بيورين اكتر ليوريك اسيد، وبالتالي تتكون الحصوه او الستون دي. رابع حاجه اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الفيديو اللي هو العينين الكبر او النحاسيه في القطط، المفروض ان اليوريك اسيد ده بعد كده بيخش الليفر، والليفر ده بيعمله ميتابوليزم. طيب لما يبقى في حاجه اسمها بورتو سيستيميك شانت، ان الدم بيعدي من الانتستين على السيركيليشن تاني على طول من غير ما يخش في الليفر، فالليفر ما بيعملش ميتابوليزم لليوريك اسيد ولا الامونيوم، ويطلع لي حصوه جديده اسمها الامونيوم يوريت، شكلها عامل كده اهو شبه القضم كده شويه. الحصوه دي بتخلي لون عينين القطط والكلاب كبر، يعني لونه نحاسي، فلما تشوفها ممكن تشك في حصوه او تشك ان في بورتو سيستميك شنط. ايه تاني ممكن يعلي اليوريك اسيد؟ لو انت بتاخد حاجات فيها بيورين كتير، او في حاجه زي النقرس الجوت، او في سيندروم زي تيومر سيل لايسيس سيندروم، دي عبارة عن نوع من انواع التيومرز بيخلي ان في بيورين كاتابوليزم كتير وبالتالي هيتكون يوريك اسيد كتير. الدياجنوز بتاعها نفس اللي كنا بنقوله كل مرة، السي تي باينة جدا الحصوة اهي، الالترا ساوند هتبان الحصوة عشان تحتيها شادو لو تيومر مش هتبان، الاكس راي بقى هنا اهو مش مفيد، يعني الاكس راي الطبيعي مش مفيد، الحصوه دي مش هتبان في الاكس راي قوي، هي والسيستاين اللي احنا هنتكلم عليها المره الجايه عشان دول راديو لوسن مش هيبانوا قوي في الاكس راي. طب عشان استخدم الاكس راي ويكون مفيد اعمل حاجه اسمها دبل كونتراست زي الصوره دي كده اهو، ممكن اشوف الحصوه دي. تمام، ده الصورتين دول كانوا في كتاب كلينيكال ادفايزر انا جايبها منهم. طيب اليورين ستريب بالنسبه لي هي اهم حاجه فيها هي البي اتش، عليها ان هي اقل من 7، دي اهم حاجه بالنسبه لي. لما اشوفها تحت الميكروسكوب هلاقيها نيد لايك شيب زي ما قلنا شبه الدبابيس، عشان كده اللي عنده نقرس بيقول لك انا حاسس ان انا بدوس على دبابيس حتى في البني ادمين. يعني التريتمنت بقى بتاعها نفس الكلام، هنعالج الدي هايدريشن، هعلق محاليل او حتى اشرب ميه، هعالج الاسيديك بي اتش ده عن طريق ان ادي بوتاسيوم سيتريت زي ما عالجنا قبل كده في الكالسيوم اوكساليت، هدي حاجه تعمل انهيبيشن الزيسين اوكسيديز زي الالبيورين اللي هو في الصدرية اسمه الزيلوريك. الكلب بياخد 15 مللي جرام لكل كيلو مرتين في اليوم، القط بياخد 9 مللي جرام لكل كيلو مرة واحدة في اليوم بس كفاية. الدنيا تسمح ان نركب قسطرة يبقى كويس جدا، ما سمحتش خلاص هعمل بقى عملية تحويل المسار، ودي اسوأ اختيار. بس كده خلصنا بسرعة اهو، انتوا عارفين كل اللي احنا قلناه ده من الفيديوهات اللي فاتوا، يا رب تكونوا استفدتوا.